قرر مجلس النواب تأجيل جلسة البرلمان الأولى إلى يوم 15 من الشهر الحالي، جاء ذلك بعدما أعلن رئيس السن محمد علي زيني استئناف الجلسة الأولى للبرلمان بحضور 85 نائبا، مشيرا إلى تخصيص الجلسة للمداولات والمداخلات بسبب عدم تحقيق النصاب. من جهة أعلن النائب عن دولة القانون علي مونس الغانمي أن البرلمان غير قادر على انتخاب رئيس له لعدم اكتمال النصاب، فيما أشار إلى أنه من يدعي امتلاكه الأغلبية عليه إكمال النصاب.